بسم الله الرحمن الرحيم. الطب والمصطلحات الطبية مهمة جدا في حياتنا اليومية، ولذلك سوف نشارك في مؤتمر الترجمة الطبية الذي تقيمه مؤسسة الترجمان العربي في الإمارات العربية المتحدة. سوف تكون لنا مشاركة بعنوان استخدام النظريات الحديثة في ترجمة المصطلحات الطبية جائحة كورونا نموذجا، وسوف تكون لنا مداخلة أيضا في مجال الترجمة المجتمعية ودور المترجم الفوري في ترجمة ما يقوله الطبيب النفسي والمريض النفسي في جلسات الطبيب النفسي. انتظرونا في أيام 26 27 28 من شهر آيار 2022 في هذه المشاركات في هذا المؤتمر الطبي راقي جدا. الأستاذ المساعد إبراهيم طلعت إبراهيم، أستاذ الترجمة الفورية في الجامعة العراقية كلية الآداب جمهورية العراق. شكرا جزيلا لكم. تألما ويعود مبتسم الفم، إن ينزف الشاكيد من أعطيه من قلبي دما، ويموت عقرب ساعتي حتى يعيش بلا حياة.